بيسأل عن الحجاج اللي بيسافروا إلى الحج معهم كرشينة ومعهم الضمنة ومعهم الشيشة أنا رأيت فعلا ذلك، يعني والله رأيت بعيني، وقد ذكرت لكم ذلك، رأيت بعيني. ويوم عرفة، ويوم عرفة، يعني مش هقول لحضرتك بقى في مكة أو في المدينة قبل النسك، لا في عرفة، والله دخلت أنا من عدت في عرفة، يعني بتجول بين الخيام بقدر ما يعني يمدني ربي من قوة وجهد لتذكير الناس، لأنني بقول المسألة لي أنا دعائي وعبادتي لنفسي، لكن الدعوة للأمة وللغير، وبنيجي في الوقت الأخير يعني نتفرغ للدعاء ونسأل الله القبول. فأنا مررت على خيام وجدت خيمة مجموعة قاعدة بتلعب السلم والتعبان، والله العظيم، فأنا تألمت جدا، فاقتربت منهم سلمت عليهم وبعدين جلست قلت لهم بس مش جالس أجل ألعب معاكم، أنا بس بقول لكم أنتوا بتعملوا إيه؟ معقول؟ فواحد قال لي يا مولانا أصل اليوم طويل قوي، يوم عرفة طويل، هنشغله بإيه؟ قلت له بالدعاء، بالقرآن، بذكر الله، بالاستغفار. معقول تضيع هذه الساعات؟ ده هذا أعظم يوم في العام كله، ده يوم في العام، ده انت يعني أقول لحضرتك إيه؟ انت تستعد له بكل ما أوتيت من طاقة من قوة، لا سيما قد تفضل الله عليك واختارك واصطفاك ويسر لك الذهاب إلى هذا المكان المبارك. ده رب العزة سبحانه وتعالى يباهي بكم ملائكته، ما أقولها يباهي باللي قاعدين يلعبوا السلم والتعبان، بيلعبوا الكوتشينة، بيلعبوا الضمنة، مسكين شيشة، والله العظيم شيشة في عرفة، يعني تصار بيحط الإحرام ويحط فوق منه الشيشة، هذا لا يليق أبدا. واللي مبتلى بهذا بالتدخين أو بالشيشة هو ذاهب إلى هنالك ليسأل ربه تبارك وتعالى أن يعينه على ترك هذا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين إخواننا وأن يحفظ إخواننا من شر كل شر ومن شر كل ذنب ومعصية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.